السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلب الطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية. شكل ما وعدناكم إن إحنا إن شاء الله في الحلقة دي هنحل التدريبات اللي موجودة على الجرامر الأول في الوحدة رقم 7، وشكل ما قلنا إن إحنا هنحل من كتاب المعاصر وكمان من كتاب جيم وكتاب بيت باي بيت. يبقى أنت هتتابع معانا الحلقة دي إن شاء الله الحلول بتاعة الجرامر الأول من التلات كتب، فاللي معاه أي كتاب بيقعد ويتفرج ويشوف هل الحلول اللي هو حلها صح ولا غلط. وشكل ما قلنا يا حبايبي يعني احنا بنحل قبل ما نتفرج على الحلقة وبعد كده نتأكد من الحلول بتاعتنا من خلال الحلقة دي. يلا نبتدي ونشوف الحلول بتاعة الكتب دي مع بعض. تعالى نبدأ يلا بكتاب المعاصر بيج 22، بيقول On Sunday 8th May Our family ate to our new house in Alexandria. طبعا هنا بيقول لي في شهر، بيقول لي الأسرة اتنقلت، يعني انتقل أو انتقلت اسمها moved. طبعا ما ينفعش moving من غير M وزوار، وطبعا دي حبيبي صيغة مبني مجهول ما ينفعش أخدها. Number 2 بيقول لي We ate lunch together in the school canteen this morning. طبعا لما هشوف this morning هلاقيها past simple يعني ماضي بسيط. طب فين هنا الماضي البسيط؟ هقول له had. Number 3 بيقول لي It's Wednesday today، يعني النهاردة الأربع. So it was Tuesday. طالما النهاردة الأربع يبقى it Tuesday التلاتة كان إيه؟ هقول yesterday يعني كان أمس. Number 4 بيقول لي How did you A when you started a new school؟ تلك حبايبي طالما جبت did في السؤال أو verb to do عموما لازم ييجي وراه مصدر، فبالتالي لازم أقول How did you feel؟ تاني How did you feel؟ Page 23 صفحة 23 بيقول لي Last October. خلاص جاب لي last، ولاس دي من علامات الماضي، يبقى المفروض اقول I ate my uncle and cousins in Cairo. هقول I visited يعني انا زرت. 3 days ago Ali ate to Alexandria with his family. اقول له اجو من علامات الماضي. طيب طالما شفت علامة من علامات الماضي يبقى فعل اللي في الماضي اللي هو مين يا حبايبي؟ drove، وقلنا ده regular verb يعني فعل شاذ. طيب نمبر 7 بيقول له my uncle ate his car in 2000. قول ده ان لما تيجي قبل السنة اللي في الماضي يبقى ماضي بسيط. طيب يبقى لازم اقول my uncle فين الماضي بتاع باي؟ بوت، وبوت معناها اشترى. نمبر 8 بيقول لي ايه يو انجوي ذا جيم لاست ويك. خلي بالك لاست ويك من علامات الماضي. طيب خلي بالك هنا مهم جدا لان وير ماضي وديد ماضي، بس قلنا طالما في فعل في المصدر يبقى على طول لازم اجيب مين؟ ديد. طب قدر ما كانش في فعل اللي كنت هجيب واز اور وير. نمبر 9 بيقول لي هو ديد يو ايه لاست نايت. برضو طالما جبت did يبقى لازم اجيب مصدر الفعل يا حبايبي، يبقى لازم اقول سي. مستر ايمن didn't ate the office early yesterday. طالما جبت didn't لازم ارجع الفعل لاصله، يبقى didn't ايه؟ ها didn't leave. تاني didn't leave. طيب تعال نشوف المستيكس الاخطاء. بيقول لي I have lunch in the school canteen yesterday. yesterday من علامات الماضي، فما ينفعش اجيب مضارع، لازم اجيب had الماضي بتاع have. This morning mom and I go. This morning مالها؟ ماضي. يبقى المفروض ما كان go اجيب ها went. برافو عليكم. When did your last English lesson؟ قلت لك لسه بقول دلوقتي حبايبي. هو صحيح last lesson يعني الماضي، المفروض يبقى did يا مستر. هقول لك بس ما فيش هنا فعل، وانا قلت did وجودها دايما مرتبط بوجود فعل في المصدر. في فعل في المصدر؟ هتقول لي لا، يبقى ما ينفعش اجيب did، يبقى was or were. طب الانجليش لسن ماله؟ مفرد، يبقى لازم اقول was. The next will I not go on the big wheel last weekend. دي من علامات الماضي، عايز جملة منفية، في فعل؟ قال لي ايوه في فعل، يبقى على طول يا حبايبي اجيب مين؟ didn't. تاني على طول اجيب didn't go. I had a math lesson two days last. طبعا قلنا اللي بيجي بعد المدة الزمنية في الماضي اسمها ago، منذ، يبقى منذ يومين. Did you ill yesterday؟ يا مستر ما هو yesterday هو did. هقول لك بس ما فيش فعل، يبقى ما ينفعش اجيب did، بجيب was or were. طب هنا هجيب مين يا مستر؟ قال لي هجيب where. ليه؟ عشان you بتاخد where. بقول له what places do you visit last weekend. last weekend من علامات الماضي، يبقى ما ينفعش اجيب do، امال هجيب مين؟ did. يعني ما ينفعش was ولا where؟ هقول لك لا، ما هو في فعل في المصدر اهو، يبقى هجيب did على طول. طيب بقول له last night I listened to music. هقول لك last night من علامات الماضي، يبقى ما ينفعش listen، امال اجيب ايه يا مستر؟ قال لي listened. listened.
تعالى يلا بسرعة نشوف أسئلة كتاب جيم، ودي بيج 22 برضو صفحة 22. بول اي ميت ماي بيست فريند ات ذا بيتش 8 2019. حبايبي ميت من علامات الماضي، يبقى قبل السنة اللي في الماضي بجيب ايه؟ قال لي بجيب ان، يبقى ان 2019. وات اي يو دو لاست ويك اند، هنا لاست ويك اند من علامات الماضي، وفي فعل في المصدر، يبقى لازم اجيب مين يا حبايبي؟ ديد. نمبر 3 بول ساتردي ايفنينج وي ونت سويمينج، طبعا وين في الماضي، يبقى لازم اقول يا حبايبي ها لاست، تاني لازم اقول لاست ما اقولش ان. اللي بعدها بول ما انكل ماجدي بوت ا كار ا فيو ويكس، ايه قلت اللي بيجي بعد المده الزمنيه في الماضي يا كلمه اجو، اجو معناها منذ. اللي بعدها اي يو سي جوديز نيو دريس يسترداي، يسترداي من علامات الماضي، طب في فعل في المصدر، قال لي ايوه، يبقى على طول فعل مساعد بتاعي مين يا حبايبي؟ ديد. بول وينت تو كمالز هاوس بات هي ايه ات هوم، جميل قوي، وينت دي فين؟ في الماضي. طب بقول but he didn't at home، يعني اقول didn't، قلت لك لا، didn't مرتبطة بمين؟ بالمصدر، طب في فعل في المصدر، قال لي لا، يبقى على طول اجيب مين يا حبايبي؟ wasn't. it was، خلي بالك في الماضي، a funny film but nobody، nobody يعني مفيش حد، كلام في الماضي، يبقى عايز اقول مفيش حد ضحك في الماضي، يبقى nobody laughed، تاني nobody laughed، طب ما اقولش didn't، هقول لك لا، النفي خلاص جه في كلمة no. نمبر 8 بيقول لي يو ات ذا ميوزيوم لاست نايت، خلي بالك من الكلام، اي يو ات ذا ميوزيوم لاست نايت، اول ما الناس هتشوف لاست نايت هتستعجل، هتستعجل ليه يا مصر؟ هقول له ده في الماضي، يبقى هجيب ديد، هقول لك لا، ما احنا قلنا ديد مرتبطه بوجود فعل، في فعل في المصدر، هتقول لي لا، يبقى هنا هجيب واز اور وير، يبقى لازم اقول وير يو ات ذا ميوزيوم. سوري اي ايه يو ويل، تاني اي ايه يو ويل، طبعا هنا بيقول لي انا اسف، يبقى انا ما سمعتكش كويس خلاص. طب ما سمعتكش دي هير ولا هيرد ولا كان هير ولا didn't hear، اكيد didn't hear you well، يعني انا ما سمعتكش كويس. تعال نشوف المستيكس، يلا بقول my last last ماضي English lesson was ago an hour، قلنا حبايبي ago بتيجي بعد المدة مش قبلها، يبقى لازم اقول an hour ago. the next بقول last year I have my holiday in Paris، برضو last year من علامات الماضي، يبقى اجيب من يا مستر؟ had. طيب we didn't get home until very late next night، didn't زمن الماضي، طيب في الماضي المفروض اجيب last ولا next؟ قال لي لا last، last night يعني الليلة الماضية. they didn't play، قلت يا حبيبي didn't بتعمل ايه للفعل؟ برافو عليكم بترجعوا لمصدره، يبقى لازم اقول play بس. طيب the children didn't happy last night، يا مستر ما هو في last night اهو، ما اجيبش didn't ليه؟ هقول لك لان ما فيش فعل، يبقى لازم اجيب the children weren't، يبقى النفي هنا ب weren't مش ب didn't. did they at the aquarium، هقول لك نفس الكلام، ده سؤال في الماضي بس هنا ما فيش فعل، يبقى لازم السؤال بتاعه ب was or were. طب they تاخد ايه؟ قال لي تاخد where، يبقى لازم اقول where they at the aquarium. تعالى يلا نشوف كتاب bit by bit، وده في صفحة 25 25. بقول له last week I ate to London on holiday، نفس الكلام last week من علامات الماضي، يبقى لازم اخد went عشان went في الماضي. it's Wednesday today، ودي شكل الجملة بتاعة المعاصر، يعني النهاردة الايه يا حبيبي؟ النهاردة الاربع. طيب يبقى it was Tuesday، يبقى Tuesday كان ايه؟ اكيد كان yesterday، يعني كان امبارح. بقول له what did you do a weekend، what did you do يعني ماذا فعلت، يبقى اكيد last weekend عشان يبقى الكلام في الماضي. we saw an exhibition about dolphins، شفنا معرض عن ايه يا حبايبي؟ عن الدلافين. 3 months ايه؟ قلنا اللي بيجي بعد المدة الزمنية ago، دي تمارين هتلاقيها متشابهة مع المعاصر لانها تمارين workbook او students book. طب when you travel to Aswan، قال لي yesterday، يبقى كده السؤال فين؟ في الماضي، في فعل في المصدر، قال لي ايوه، يبقى على طول اجيب مين؟ did. نمبر 6 بيقول لي نهله ايه ا فانتاستيك ويكند لاست مانث، بيقول لي نهله استمتعت بايه؟ باجازه او بعطله نهايه اسبوع ايه؟ جميله، بس قال لي لاست مانث من علامات الماضي، يبقى لازم اقول had، تاني نهله had. تعالى نشوف بيج 26، بيقول لي حسن موف تو كايرو 10 years ago، هقول له اجو من علامات الماضي، يبقى ما ينفعش اجيب موف، امال هجيب موفد. tomorrow هلا went to school by bus، هتقول لي وين دي في زمن الماضي، طب tomorrow، قال لي لا 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 دي مستقبل، طب امال هجيب ايه؟ قال لي هجيب yesterday، ويسترداي معناها امس، يعني دي اللي ماضي.
I am quite nervous on my first school day yesterday. برضو من علامات الماضي. ما ينفعش اجيب am with were. امال بجيب ايه؟ قال لي was or were. فبالتالي هقول I was. تاني I was. تعالى كده بقول mom and I went shopping Friday. وانت من علامات الماضي. يبقى اذا لازم اجيب last Friday. هاني ايه some new shoes last Sunday last Saturday. طبعا برضو من علامات الماضي. يبقى على طول هجيب bought. I went shopping with my granddad a Sunday. برضو went من علامات الماضي. يبقى اجيب مع الزمن last Sunday يعني الحد الماضي. طب ايه our family moved to our house in Alexandria. Moved ماضي. يبقى اجيب علامة من علامات الماضي اللي هي yesterday. طب اللي بعدها بقول what day a Adam and his family move house. قال لي last month. خلي بالك يبقى سؤال في الماضي وفي فعل فين يا حبايبي؟ في المصدر اللي هو مين؟ move. يبقى لازم اجيب did. It's January now. ده شهر يناير. بقول لي it was December a month. ده يناير دلوقتي. يبقى ديسمبر ده كان last month يعني كان الشهر اللي يا حبايبي الماضي. طيب بقول لي it's 10 past 10. يعني الساعة 10 و10. It's 10 o'clock. bus lift. يعني اتوبيس الساعة كام؟ 10. lift 10 minutes ايه؟ قلنا اللي بيجي بعد المدة الزمنية ago. بقول لي are you ready for yesterday's exam؟ قلت لازم اخلي بالي من هنا. خلاص خلي بالي من ايه؟ ان مفيش هنا يا حبايبي فعل. اوعى تقول did. امال هقول were you ready. تاني were you ready. 9 بقول لي the students of class 1B went to the fun fair a week. برضو نفس الكلام went ماضي يبقى لازم اجيب last week. I was at school at 8 a.m. today. What time did you arrive? طبعا فين مين يا حبايبي؟ did يعني كده فين؟ في الماضي يبقى لازم اقول yesterday. تاني لازم اقول yesterday. طب ما اجيبش ago؟ لا ما هو مفيش مده. طيب بقول I ride on my big wheel last week. last week من علامات الماضي يبقى لازم اجيب مين يا حبايبي؟ road. Adam did his work an hour age. خلي بالك ان دي age والمفروض يبقى اسمها ago يعني منذ ساعة. علي and I يعني انا وعلي have lunch together yesterday. اقول له yesterday من علامات الماضي يبقى المفروض اجيبها مستر. قال المفروض اجيب had. طيب he driving to Alex with his family last Saturday يعني يوم السبت الماضي. يبقى ما ينفعش اجيب driving. المفروض اقول يا حبايبي drove. تاني المفروض اقول ايه؟ drove. وده فعل شاذ. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اتمنى ان الحلول اللي انتوا حلتوها كلها تكون صح. ولو حليت اي حاجة غلط ياريت تكون عرفت انت حليتها غلط ليه وتعلم عليها وتأكد عليها مرة واثنين وثلاثة ان شاء الله. تابعنا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية مع الجزء الثاني من جرامر الوحدة السبعة. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.